أخبار اليوم تنتخب. أول انتخابات في المؤسسات الصحفية بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. موعدنا 14 أكتوبر 2014 مع اقتراب انتخابات مجالس الإدارات والجمعية العمومية للمؤسسات القومية، وكعادتها دائما أخبار اليوم تتصدر تلك الانتخابات وتشتعل طرقات أخبار اليوم بمنافسات أبنائها. طلال صاحبة الجلالة، أخبار اليوم تنتخب. الأستاذ أحمد شلبي سكرتير عام تحرير مؤسسة أخبار اليوم يتحدث لأول مرة ويفتح قلبه لكل الزملاء والعاملين والإداريين والصحفيين داخل المؤسسة في أخبار اليوم تنتخب. عايزين ناخد من حضرتك فكرة عن لجنة الوعي الانتخابي بمناسبة انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة أخبار اليوم ومؤسسات الصحفية. أهلا بك. أولا، هي لجنة الوعي الانتخابي هي فكرة الأستاذ محمد طاهر وقدمها ليا وأنا أيدته فيها. طبعا الوعي الانتخابي المفروض يكون مش للمرشحين، يكون المفروض للمنتخبين اللي هينتخبوا، لكن احنا لقينا ان كل يعني برامج المرشحين اللي تنزل معظمها بيبقى لغوي اكتر ومنمق وقائم على الصداقات وعلى المجموعات اللي بتبقى مترابطه ببعضها. فقلنا لا، ده المرشح نفسه هو اللي عايز وعي. وعي ازاي؟ احنا قدام اشوف حضرتك بجانب من المناقشات، احنا حاطين عناوين عريضه للمرشح يقدمها للي هينتخب. من هنا هيبقى الوعي الانتخابي زي ما بتقول ايه، بيقابل المرشح المنتخب. ايه هو المطلوب من المرشح اللي نزل؟ المرشح زي ما قلنا عايزين يبعد عن الجمل الرنانه والمنمقه ويخش على طول زي ما بيقول اون تارجت على الاهداف، ترشيح على يعني الاهداف اللي عايز يحققها المؤسسه بحيث انها ترتقي وانها تصل لاعلى المراتب الصحفيه والاقتصاديه. فلو هو لما يقدم برامج على اسس واضحه وعلى خطوات محدده وعلى برامج ممكن تنفيذها سواء مباشره سواء كحاجة خطط تجيب مثلا ترفع من قدر المؤسسه وتنمي مواردها، وخطط متوسطه وخطط ايه زي ما تقول كده حكومه بتقدم. تمام، بتقدم. احنا عايزين مجلس اداره كانه حكومه، فبيقدم كل افكاره وكل نشاطاته وكل اهدافه وكل خططه للي هينتخبوه. من هنا بقى هيجي دور الايه؟ المنتخب. تمام. ان هو هيقدر يقرا بين السطور الافكار دي ويقدر يعرف مين الجد فيها ومين اللي هيقدر ينفذها. فاذا الوعي اللي احنا قصدناه كان مزدوج، وعي للمرشح ووعي اخر من خلال اللي هيقدمه للمنتخب اللي هو هيقوم بيديله بتزكيه صوته. تمام. هناك شقين في الانتخابات، الجمعيه العموميه ومجلس الاداره. ما هو دور اللجنه في الوعي الانتخابي لمرشح الجمعيه العموميه ومرشح مجلس الاداره؟ اكيد المتطلبات اللي من ده غير المنتخب. احنا طلبنا من اعضاء مجلس الاداره ان يكون سياساتهم ما تبقاش عريضه او واسعه او عامه على شكل العموم. لا، عايزين سياسات محدده، نقدم افكار محدده عشان ننمي موارد المؤسسه، ازاي نرتقي بالمهنه نفسها على المستوى الصحفي، ازاي نصابق دلوقتي التطورات اللي بتحصل الزمن مع الجرائد الاخرى او المحطات الفضائيه. تمام. يقال ان الصحافه الورقيه في طريقها للطلب. الاستاذ ياسر قدم الاي ار عشان يربط ما بين الصحافه الورقيه والالكترونيه. احنا كمان دلوقتي بننمي المواقع اللي هي الخبريه والاصدارات علشان نربط كمان الصحافه الورقيه بالصحافه الالكترونيه، عشان ده يساهم كمان بقدر اخر زياده الاعلانات او زياده الايه المواد اللي ممكن تباع من خلال العرض الالكتروني. تمام. مش هيبقى بس اعلانات. مجلس الاداره بيحط سياسات، فاحنا حطينا خطوط عريضه لمرشحي مجلس الاداره ان يحطوا سياسات بقى محدده، وازاي نستخدم اصولنا وامكانياتنا في زياده دخل المؤسسه، ازاي الاعلانات تغير من سياستها اللي هي بنسميها بالقطعه ونبتدي نخش على المشروعات الضخمه والكبيره. تمام. ونعمل اعلانات بدل ما يجيب ب 100,000 لا يجيب بمليون و10 الى اخره. ده بالنسبه لسياسات مجلس الاداره. حبينا المرشحين يبقى عندهم فكر صحفي وفكر اقتصادي وفكر تجاري. ازاي يقدم؟ ازاي اقتصاد تستثمر؟ ازاي تجاري تزود حصيله الاعلانات؟ صحفي ازاي ترتقي بالصحفي والصحافه؟ فبالتالي ده يزود موارد الايه؟ المؤسسه.
بالنسبه للجمعيه العموميه هي عامله زي مجلس المحاسبه، المجلس اللي بيحاسب مجلس الاداره على سياساته وعلى اهدافه، ايه اللي اتحقق منه وايه ما اتحققش. تمام. فلازم الجمعيه العموميه كمان ما تكونش مستقطبه، لازم تكون بتعمل لصالح المؤسسه، يعني ما يعرض عليها شيء تدرسه بشكل مجرد، بحيث انها تقدر تقدم في النهايه زي ما بنقول ايه تقرير ان هذا المشروع او هذه السياسه هتؤدي المؤسسه لكذا وكذا وكذا، الضرر منها كذا وكذا وكذا وكذا. وانا قلت مش عايزين يعني يبقى في نوع من الاثاره بقدر ما عايزين نوع من الموضوعيه، ان الناس تقول يا جماعه المشروع ده مفيد وهيقدم مؤسسه بتجرد تام، المشروع ده يا جماعه مضر وهيقدم مؤسسه، فهيبقى التجرد هنا هو الاساس وعدم المحسوبيه وعدم الاستقرار، لكن الموضوعيه وصالح المؤسسه. فبالحاله دي تنتقل الجمعيه العموميه من شكل مصغر الى شكل اكبر على مستوى المؤسسه. حضرتك كنت اتكلمت في نقطه المنتخبين في الجمعيه العموميه والمعينين. فحضرتك قدمت معادله كده او حل عشان يبقى في توازن بين المعينين وبين المرشحين. ايوه طبعا خلال الندوه. المنتخبين اقل كتير في العدد، لما يجوا ياخدوا الاصوات على مشروع هم اقل. تمام. فمجموعهم 15 ما يقدروش يشكلوا الجمعيه بتبقى ما يبقاش في اغلبيه. في اغلبيه اكثر من المعينين ومن اللي بيجي من المرشحات مجلس. ايه الحل من وجهه نظر حضرتك؟ انا كان رايي الاول يحصل نوع من التنسيق في الداخل ما بين المرشحين وبين المعينين حول الاهداف اللي هي بتخدم صالح المؤسسه. نعتبر ان الخطوه دي فشلت. كويس كده؟ تمام. يبقى المنتخبين من المؤسسه يقدموا الفكره بتاعتهم بشكل موضوعي ومجرد حول بعض السياسات او بعض المشاريع اللي هي هتعمل بها المؤسسه. يدي فرصه لبقيه اعضاء الجمعيه العموميه اللي هي على مستوى المؤسسه انه يقرا هذا بتجرد تام بدون ضغط وبدون ان هو راح يعني زي ما بقول يهيجه، لان يعني الحاجات دي حصلت قبل كده. عشان مطالب خاصة أو عشان إنه عايز يضغط مثلا على مجلس الإدارة بشكل معين، لا، إحنا عايزين نقول إن في فكرة اتقدمت للجمعية العمومية أو في مشروع هيؤدي إلى كذا بموضوعية شديدة جدا، أضرار المشروع، فوائد المشروع. فيقوم الصحفي اللي هو في الجمعية العمومية الكبيرة أو الإداري أو العامل أو بتاع كلنا واحدة واحدة يقرأ ده بتجربة. والله إذا وافقوا على هذا هم الصحفيين نفسهم هم اللي هيعملوا ورقه يعرضوها لرئيس مجلس الاداره يقولوا له ان احنا كمجموعه من الصحفيين في جمعيه عموميه كبيره بنؤيد او بنرفض هذا المشروع. تمام. عشان نمنع عمليه الاستقطابات وعمليه الضغط وعارف لوبي المصالح والنفوذ يجبر رئيس امريكا على انه ينفذ كذا كانهم لوبي، هيقوم يعمل حاجه تضر امريكا قبل ما تضر العالم مثلا. لا، احنا عايزين تجرب. ورئيس مجلس الاداره الحالي بيسمع لكل صغيره وكبيره لصالح المؤسسه. سؤال اخير استاذ احمد، حضرتك دي اول انتخابات مجلس اداره وجمعيه عموميه بعد ثوره 25 وثوره 30 يونيو، حضرتك شايف المستقبل ماشي ازاي؟ والله ما زي اللي انا كنت زي برضه لجنه اسباب خدمه الوعي كانت نازله للمرشح عشان يغير فكره القديم في الانتخابات، الانتخابات كانت المؤسسه ماشيه على مدار سنوات طويله على الصداقات وعلى الصحبيه وعلى الشموليه وعلى تاثير الضغط وعلى الايقاع بالاخر لمصلحه اخر. النهارده فوجئنا بوجود عناصر شابه يعني ونسائيه كتير. انا متفق جدا مع الاستاذه هبه، وجود العنصر الشباب ده بيدي حيويه وبيدي انطلاق، بس انا كمان عايز يعني اضيف نقطه صغيره. مش عايز نعمل حته الفروق بين الكبار وبين الصغار. يعني لو احنا في بيت في اسره، في اب كبير في السن، في ام كبيره في السن، في اخوات كبار، في اخوات صغيرين. تمام. عايز نعمل كده زي مائده مستديره، كلنا نسمع بعض ونصل في النهايه الى القرار الحكيم. مظبوط. مش عايز اصنف، مش عايز اقول الشباب والكبار عشان لا، انا عايز ان احنا اسره، والاسره فيها كل الاعمار. طيب هل الابن الصغير هينفصل عن الاسره ويقول لا اضربوا راسكم في حيط وانا عايز اعمل كذا؟ لا طبعا. اذا كله يقدم اقتراحاته وفي الاخر نجتمع على جمله واحده. ايه الجمله بتقول ايه؟ بتقول ان صالح العام بيقول كذا، يوقع عليها الكبار والصغار. اذا مطلوب تنسيق، مطلوب نقل خبره، مطلوب الاستماع الى الافكار الجديده اللي هي من الشباب، لكن كل ده بيساق في بنطقه واحده اسمها صالح المؤسسه. انا عندي مثلا ممكن بسيط وصغير جدا حصل في الاسلام، ان اسامه بن زيد كان بيقود الجيش، الجيش كان بيكون فيه مين؟ سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. هل سيدنا اسامه قال انا شاب ودول كبار؟ هم كلهم خارجين عشان حاجه واحده بس، هي كلمه لا اله الا الله.
فاتفقوا على الجملة، لكن ما حدش قال لا ده صغير وبتاع ده، وكله احترم بعض، يعني كبير احترم الصغير. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مات، سيدنا أبو بكر وبقى الخليفة استأذن سيدنا أسامة بن زيد وقال له اسمح لي بعمر بن الخطاب يكون معايا في المرحلة الانتقالية دي. إذا في احترام من الكبير للصغير زي ما في احترام من الصغير للكبير. فتخيل لما الخليفة يستأذن، المفروض إن القائد بقى بياخد تعليماته بقى منه. دي من آداب الإسلام. عرفت بقى هو ده معنى حب الصغير من الكبير واحترامه ليه زي ما هو بيحترمه. قال له اتفضل سيدنا عمر. في توقير وفي احترام وفي مشورة. هو ده الوحدة احنا عايزينها ترسوم بين الشباب وبين الكبار. مش عايز اقول كفاية بقى في كبار دول تفلح افعاليهم الزمن في حياته بقى الصغيرين. لا انا هنا مش من زايدة. يعني مش من مناصب قديمة شركات. لا يا جماعة انا عايز روح الاسرة. الاسرة فيها كل الاعمار. هتجتمع. هل هيقدر الصغير ياخد القرار بدون الاب والام؟ لا. هل الاب والام مش هياخد القرار بدون ما يستشير افراد الاسرة؟ يا ريت نفكر بمفهوم القصه. انا عايز انجح وعايز اتعدي كل الصعاب. استاذ احمد شلبي سكرتير عام تحرير مؤسسه اخبار اليوم والمشرف العام على لجنه الوعي الانتخابي، بنرحب بحضرتك وشكرا جزيلا يا فندم. اخبار